نحن هو الصائق لفتنا النبي الذي دعا. قول يا مدفوري قوي في كل زمان يبان واحد يقوم يدعي الهدى لناسه وكان من دول كريم القول وشايل هم ناس تاهوا وقاسوا أمين وأمين على الأمة ونور في الغيمة والغمة أمين وأمين على الأمة ونور في الغيمة والغمة كتاب الله دخل قلبه شرح معاني بإحسان لحيلتها مال ولا جاه طلع ابنهم غني بالإيمان والدين رب العباد حبت خلقه في لقاه ويا ما تاب على ايده ناس ضليل دخل القلوب لله كدف لله وكأن ابويا وصلى بينا سنين تسمع دعاء قلبك يقول الله روح الوجود سيد الوجود محمد أمين وأمين على الأمة ونور في الغيمة والغمة أمين وأمين على الأمة ليس إن وجدت شيئا شرا وإن وجدت غير ذلك استغفر الله.